لما بدور بواشنطن بحس قلبي فرحانة كني عم أفتل بالشام بأحياء الشام. عظيم أنت العظيم لا إله إلا أنت سبحانك أكرمني يا كريم. أنا خالد بديع المولوي من مواليد 83 من دمشق من سوريا، عشت بسوريا وتربيت بالتكية المولوية وتعلمت فيها أصول الطريقة المولوية وطريقة الدوران المولوية وأصولها وفنونها. أنا حاليا عايش بأمريكا من 7 سنين، ولقيت الحلو بأمريكا التنوع الثقافات اللي فيها، تنوع البيئة الحلوة اللي موجودة فيها والثقافات من كافة أنحاء العالم. لقيت الفرصة إلي بالنجاح بأمريكا بالتراث السوري اللي حامله معي. هلا حأخذكم بمشوار حلو معي لقلب واشنطن دي سي، قلب العاصمة، وحأرجيكم اللباس المولوية شلون باللبس، وحنعمل العرض المولوية من قلب واشنطن دي سي. ما بيحس بالدوران غير اللي عملت فيه، لأنه هي اتصال بين الدرويش المولوي وبين الخالق عز وجل، اتصال روحاني، اتصال مو أي شخص بيقدر يوصل لهذا الإحساس إلا ليكون سالك سلك في الطريقة المولوية. الطريقة المولوية بده يكون واحد عنده استعداد لتهذيب النفس، لإبعاد كل الملذات الدنيوية. أنا أديت الطريقة على مسرح جورج واشنطن، جامعة جورج واشنطن وجورج ميسن، وأديتها بجامعة اليو ام بي سي بميريلاند، وأديتها بإيفنتات سورية اللي صارت بواشنطن دي سي. ردة الفعل الناس الأمريكان أو الشعب اللي شاف الطريقة هي بأمريكا كان مندهش، وكان في قمة الانبساط، وكله انه بيتمنى ترجع تنعاد مرة واثنين وثلاثة. تنتسب الطريقة المولوية الى جلال الدين الرومي فارسي الاصل، وهو من وضع اسس الطريقة المولوية. كونه كان عالماً فلك فطبق المجرة الفلكية على المولوية. اللباس عنا السكة اللي هو الكلاح بالتركي، اللي هو مصنوع من اللباد أو شعر الإبل، أطول من الطربوش الشامي مثل ما بنعرف. الصدرية هي قصيرة، لا يوجد بقلبها لا جيوب ولا أزرار، لتكون سريعة الخلع مثل الدنيا، سريعة التخلي عن الدنيا. التنورة هي مأخوذة من التنور، ضيقة من الأعلى عريضة من الأسفل، لتبعد حرارة الدنيا عن الدرويش عندما الدورة. الآلات التي كانت تمارس ببداية الطريقة المولوية هو المزهر والناي،
ومع تطور الزمن تحدثت إلى الآلات الوترية مثل القانون والعود والكمانجة. حركات، الحركة الأولى تكون بهذا الشكل، والحركة الثانية هي على هذا النحو. اليد اليمنى هي يناجي الله عز وجل، واليد اليسرى هي فناء الدنيا، والنظر إليها تأكيد عن الدنيا وما فيها إنه لا شيء، واسترجاع اليدين عند الوقوف إلى العلة لاستجماع الروحانية تبع الدوران الذي يكون فيها الدرويش من طاقة روحانية، من اتصال بالله عز وجل، يكون بهذه الحركة عندما يقف.